سيتي شايفوا لهذا اللي قاعد بين اثنين ختار اللي عم يبكي؟ ايه هذا بيقولوا له بدر. ايه سيدي ليش جايبينه؟ هذا واحد اجدب وخويته بخاف من مرته كثير ما بيصير يتفلص تابا منها. اللي قاعد على شماله هذا بيقولوا له ابو محمود. واحد ختيار عجوز خرفان سيدي. في عندك هذاك 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 السبين اللي قاعد جنب ابو قاسم. ايوه عرفته سيدي. ايه هذا الطبل بيقولوا له ابو بشير صاحب الفرن. ورفيقه لاب حاتم صاحب القهوه. ايوه في عندك سيدي هداك هنيك. ايوه اللي قاعد جنب هذا ابو بدر. ايه هذا بيقولوا له ابو مرزوق. طلع هذا اللي شكله مثل البطيخه هذا القصير. ايوه هذا الخضري اللي جاره لاب حاتم تبع القهوه. هداك سيدي هداك اسمه ابو ممدوح. ابو ممدوح الحكواتي تبع الحاره يلي بيحكي القصص بالقهوه. بس واحد ما بيطلع بايده شيء لا بيحل ولا بيربط. ايوه كتر خيرك يا ابو جودات نحن رح نبعت برقيه انه يرفعوك. كتر خيركم يا سيدي دماتي لكم انا.